الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنصاوبو غريبه، كتجي زوينه وكتجي لذيذه وسهله واقتصاديه. نحتاجو لها كاس ونص ديال السنيده. عندي هنايا جوج ديال البيضات، غندير بيضه كامله وغنحتفظ بصفر ديال البيضه غنخليه للتزيين. عندي جوج ديال الخمارات، ساشي ديال الفاني، كاس ديال الزيت، عندي هنايا دانون فاني والدقيق على حسب الخليط، قبصه ديال الملح. ندوز دابا لطريقه التحضير. في اناء غندير السنيده، بسم الله، وغندير البيض بسم الله، غندير البيضه كلها وبيضه غنحتفظ بالصفر ديالها. الصفر ديال البيض غنديرو هنايا، والبيض انا درتو في الحلوى. البيضة غنديرها كلها، غنزيد عليه الزيت، غنزيد الفاني، غنزيد الخميرة، وغنزيد الدانون. بسم الله، غنخلط الخليط مزيان. بسم الله، بعد ما خلطت الخليط مزيان تذوب السنيده، دابا غنبدا نزيد في الطحان، نزيد بشويه بشويه حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. صافي، دابا هذه هي العجينه ديالنا، كتبقى بحال هكا رطبه، ما كتكونش قاصحه، كتكون العجينه رطبه. هذه هي اللاطه اللي غندير فيها الغريبه ديالي، دهنتها بالزيت باش نحط فيها الغريبه ديالي. والتزيين غنحتاج ليه صفر ديال البيضه، والسنيده فاش غنفند الغريبه غنحرك هذا الصفر ديال البيضه بحال هكا باش غندهن به الغريبه. الله يرشيكم. بسم الله، غنبدا نكور الغريبه ديالي بحال هكا، ندير منها كويرات صغار على الطريقه بحال هكا، بحال ما هكا، وغندهنهم هنايا بالصفر ديال البيضه، غندهنهم بحال هاد الطريقه بحال هكا. غندير ليهم الوجه ديالهم، غنديرو في السنيده، غنفندو بحال هكا على هاد الطريقه. هادي راه مريم تقلقات ليا، بدات كتبكي، غير كنت كنهضر معاها وهي تقلق ليا بدات كتبكي، انا ما عرفتش علاش الصراحه، ما عرفتش علاش حتى بدات كتبكي، حيتاش انا كنت كنهضر معاها، كنت كندوي انا وياها عادي، حتى بدات كتبكي ليا، انا ما عرفتش عليها الصراحه، ما عرفتش شنو اللي بكاها. مريم طين على الشيطان، واش مبيتينيش نبقى نهضر معاك؟ اللي بغيت شكرا فهمتي، هيا ملي كنصور لك عمرك ما يديني شي حاجة. وين على الشيطان انتيا، على الشيطان كيجي لك كيوسوس ليك، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
غنتبع على هاد الطريقه حتى نكمل. هذه الغريبه ديالي بعد ما عمرت اللاطه، دابا غندخلها للفران، غنديرها هي من التحت ونشعل عليها العافيه من الفوق حتى تشقق، عاد غنطلعها للجهه الفوقانيه تحمر عاوتاني من التحت، ونهبطها ثاني تكمل الطياب ديالها في الجهه التحتانيه، ونقص عليها العافيه تكون مهيله باش ما تحرقش ليا. هذه الغريبه ديالنا بعد ما طابت، كتجي زوينه وكتجي لذيذه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.